كنت عاوز رأي حضرتك. أنا مش بحب الرياضيات وجالي معهد القاهرة ترجمة شعبة علوم إدارية، ولا أدخل طيبة إدارة بنوك أو أسواق المال ولا شعبة إدارة أعمال، وأنا من دول هيبقى لقوا فرصة عمل في البنوك. مدام حضرتك مش بتحب الرياضة يبقى نستثني الأسواق المال، لأنها طبعا فيها العديد من الترابطات الرياضية. هيكون الجزء الخاص بالعلوم الإدارية هيكون أنسب لك، لأنه يتناسب مع الناس التي لا تحب الرياضة وبتميل إلى الأجزاء النظرية. أنهي من دول هيبقى له فرصة عمل في البنوك؟ إحنا قلنا إن فكرة المعاهد خاصة لحدثاء الخبرة لا يوجد فرص عمل، لسبب لأن البنك بيعلن من ضمن الإعلانات إنه لازم يا جماعة يكون مؤهل وحاصل على بكالوريوس من إحدى الجامعات. طب انا اعمل ايه؟ حياتي كده اتدمرت، انا كان حلمي ادخل بنك. لا، ان شاء الله تدخليها من جانب اخر، وهو من جانب الخبره، تدخلي مجال معين وتستمر فيه وتنجحي فيه، ولما البنك يعلن على هذه الوظائف المرتبطه بمجالك تقدمي وربنا يكرمك باذن الله.